نقسم لكم بالله اللي خلاني رجع لهذا الشيء هو واحد الكلام قالته هنا خطار واخطر. ومية قالت لها اعطيني ندق واش اتاي ولا شي حاجه. قالت له ما المغاربه هذا ماشي شراب ماشي خمر. انا قلت لك الكويس ديال كنشرب الزعتر وفلي ولا لا هذاك لان مروحه. او ثاني هذا اتاي ماشي شراب، هذا اتاي لان هذا الشيء اللي ولينا فيه حنا في المغرب ولا خايب بزاف. هذا اتاي، اتاي فيه الحامض والعسل والسكينجبير جابوه لي باش شويه لان حلقي وصدري وراسي عيط بلي زونتيبيوتيك. تصور واحد الانسان فنانه وعينه فيها محترمه كتدخل بيوتنا كنسمعوا لها مع والدينا، استقبلها الحسن الثاني وتغني في المواسم وفي القصر وعندها اغاني رائعه، تولي تهضر معنا بهذه اللغه الشراب. هذا راه ماشي، خصكم تقراوا الصوره. انا كيفاش انا مع الوحده اللي تصنت ليها ورا نشرتها بالليل كثرت ما تفاعلت. تصور بحال شي واحد تيكون عندك شي استاذ كيقريك ولا بحال شي زميل معاك في القسم ولا بحال والديك كيعطيك مع اسبير ولا شي طبيب كتحترمه ولا اختاروا اللي بغيت، واحد الوحده تنزل معاك لهذا النقاش حتى معمر انا درت ديك كامل قالت الشراب او. ولكن بالنسبه ليا اللي قدرت توصل معايا قلت لهذا المستوى مع المغاربه هذه وصل السكين للعظم، يعني هذه فرعوها فرعوها رمزيا. تصور واحد الانسان كنعرف انا عب كنشوف عب التكشيطه واللباس محترم اصيل ما كنعرف صوت جميل تولى تهضر معايا بالخمر وبالشراب كنشوفها. اذا هذه شكون اللي وصلها لهذه الحاله؟ انا كنعذرها طبعا. شوفوا اخوتي المغاربه غتسمع وكاين شوفوا كتقول لهم الانسولين نوريكم الانسولين فين كندقوا. هذه الحلقه تدين كثير من المسؤولين في المغرب وانا نقول لكم فين كدينكم ايها المسؤولون المغرب. نسمعوا هذه المقاطع الخطيره سمعوا. كيسكو تيقولوا لطيفه سبعة زواجات وستة زوجات وكي ويلا يقولوا لنا هذا العرس ديالي مع هذا السيد او درت صداق ديال هذا السيد شنو كتلابسها وشنو كان لابس هو؟ هذا ديال الانسولين ديالي بنتي راه الله يرضى عليك. والله العظيم غير الحمد لله معايا عطفت الوالدين وضعت الوالدين ومحبت الناس ودعاوي الناس مع هذا السكر وهذا الشيء الله يحفظه صافي. خلينا غير ربي هذه البنيته على بسلام الله يرضى عليكم الله يحفظكم الله يخليكم ما عز عليكم. انا ما عمري تنمرت على شي حد. هذا حال هذا وضع دابا حنا دولة تعرف شنو هي عرفتي شنو هي المواطن يبقى يطلب عفاكم حميوني حميو حياتي الخاصه. وحنا عندنا الفصل 24 من الدستور لكل شخص حق في حمايه حياته الخاصه. نعاودها فصل دستوري مبدا فصل هذه قاعده دستوريه لكل شخص الحق في حمايه حياته الخاصه. علاش درت انا الصوره ديال السي عبد النباوي الداكي؟ انت رئيس النيابه العامه، انت المسؤول على حمايه المجتمع من الجريمه، انت رئيس النيابه العامه. فصل 117 من الدستور التركي يتولى القاضي حمايه حقوق الافراد والجماعات، حقوق الافراد واهم حق هو حقي في حياتي الخاصه. حياه خاصه ديال هاد السيده كتقول لكم عافاكم عافاكم بقات كتطلب عندي بنيه خليني نربيها. عرفتي اليوم لو كنا حنا في عافاكم خليني نربي. وعلاش درت الصوره ديال انا غنجي له رئيس مجلس وطني الصحافه لان الصحفيين كانوا ضحيه تشهير مساكن. ودرت هاد امين ابو عياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان. اش كتقولي في التشهير الاستاذه؟ اش كتقولي في التشهير اللي كيطال عديد من الناس في المغرب؟ سمعوا ديك كتطلب بغات تحمي حياتها الخاصه. شوف شوف ولا عمري هدرت في شي حد ولا عمري نوريكم حتى الانسولين فين كنضربها. سمعتوا هذه؟ يلا حدا باي مغربي حق كنهضر مع الاصيلين قالت لكم واش نوريكم الانسولين فين كنضربها؟ شي الخطاب في وصل؟ شتو النيفو في وصل؟